السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الأحبة الكرام مجددا في برنامجكم أحلامنا الذي يتكلم على رموز الرؤى والأحلام. حلقة اليوم بعنوان رؤية الطفل في المنام. كثير من الناس يرى الطفل أو الأطفال، تأويل الطفل في المنام إيه؟ وهل فعلا رؤية البنت أفضل من الولد؟ نعم، ولكن في معظم الأحيان ما يكونش هذا الأمر ثابت. البنت في المنام دائما فيها البشرى وفيها الخير، الولد بعض الأحيان يكون فيه النكد ويكون فيه المشاكل والخلافات وفيه المتاعب والآلام. الولد بعض الأحيان أن صاحب المنام يعاني أو سيعاني من ظلم أو افتراء أو كذب أو بهتان أو تهمة، إنما البنت تدلل إن صاحب المنام سيمن الله عليه بأمر من الأمور يسعده سعادة عظيمة جدا في الأيام القادمة. معنا أول اتصال، فاطمة، تفضلي يا فاطمة. فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفعي الصوت يا فاطمة. نادية مع حضرتك يا فندم. مين؟ نادية. أهلا بالأستاذة نادية. أهلا بك يا شيخ، كل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة يا نادية، اتفضلي. طب بص، عندي في حلمين كده صغيرين. اتفضلي. الحلم الأولاني هي واحدة يعني معرفتنا، واحدة قريبتنا يعني. تمام. حلمت إن والدتها بتقول لها تعالي نغسل أخوكي. فراحت عشان لقيت اخوها نايم ولابس عريان، لابس البوشكر بس، ويعني بتنزل دموع وباصص لها، وهي فهمت من بصته ليها ان هو بقه متكتف ورجليه متكتف، وانتهى الحلم على كده. ده وايه اخبار اخوها؟ اخوها ده يعني في حاجات معينه في حياته يعاني منها؟ في حاجات بيعاني منها؟ لا يعاني، لا يعني يعاني منها، لا مفيش. مش ملتزم مثلا؟ لا بصراحة أنا مش عارفة، هي حكت لي الحلم وأنا مش، لا بس بتقول ما بيعنيش من حاجة، خلاص ما عندوش أي مشاكل. هو الـ 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 الولد ده في بعض الأمور في حياته يحتاج فيها إلى تعديل وإرشاد، عاوز نصيحة، عاوز فهم، عاوز حكمة في بعض الأمور، والله أعلم. قول رؤية تانية يا نادية. طيب الرؤية التانية، أنا حلمت إن أنا قاعدة قدام البحر وعمالة ببص للبحر وبتأمل وعمالة بقول سبحان الله سبحان الله، ولو العالم كله اجتمع عشان يعمل بحر زي ده مش هيعرف سبحان الله. وبعدين الاخر قلت ايه، اللي يقعد قدام البحر ويتأمل فيه ده نوع من انواع العبادة. لقيت اخويا الله يرحمه اسمه عادل قاعد وبصص للبحر، وانتهى الحلم على كده حضرتك. اولا البحر ده راحة وسعادة وسرور وامن وامان واستقرار وراحة البال، وسيمن الله عليك بالطاعة لله رب العالمين. ليس هذا فقط كلمة عادل، أنت إنسانة عادلة، عندك صفة العدل ليس صفة الظلم. أسأل الله أن يحفظك وأن يصونك، والله أعلم. هناك يعني بعض الناس يعني موضوع الظلم ده شديد جداً، ناس في حياتها تحب الظلم، يظلم فلان، يفتري على فلان. النهاردة متكلمنا واحدة ما نقول لي معانا أخونا طردنا من البيت. اتفضل يا عبد الرحمن. وعليكم السلام يا عبد الرحمن، خليك في مكان في شبكة يا عبد الرحمن. حاضر كده كويس حضرتك. اتفضل حبيبي. تحياتي لحضرتك أولا. ربنا يبارك لك يا عبد الرحمن. ان شاء الله باذن الله رؤيتين. الرؤيه الاولانيه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، شفت فيه اني داخل في مكان زي اطراف مدينه، في نخل في اشجار، وشاهدت سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واقف ده كله احساسي بيه، الله اكبر عليه. تمام. وبعدين بطلع من شنطه في وسطي كتاب الله، مصحف الجلده بتاعته خضره جميله جدا جدا جدا،
وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال لي ان النبي امام المرسلين عليه اطيب الصلاه والسلام منتظرني بالداخل هو والصحابه. دي الرؤيه الاولانيه حضرتك يا عبد الرحمن. اتفضل حضرتك. النخل انك انت من معدن طيب ومن منبت طيب ومن اساس طيب. الله اكبر. انت لا تحب الحرام، تحب الحلال، واسال الله ان يحفظك من الحرام دائما. أبو بكر ذو اللي كنت عندك رقة القلب، إنسان رقيق، إنسان طيب، قلبك أبيض صافي نقي، لا يكره ولا يحقد ولا يحسد أحد. سيدنا أبو بكر كان من القلوب الرقيقة. سيدنا أبو بكر كان لا يسمع صوته في قراءة القرآن عندما كان يصلي بالناس إماما من شدة البكاء. المصحف ده نوع من أنواع البركة والعلم والفهم والمعرفة. لما ينتظرك النبي عليه الصلاة والسلام عليه أطيب الصلاة والسلام يدلل أولا على قدوم الخير، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى عنك وسيرضى عنك رضاء عظيما يا عبد الرحمن. اللهم آمين يا رب العالمين. بالرؤية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهدت نفسي حضرتك أني ماشي في طريق في شارع اسمه محمد علي. تمام. والشارع ده هو على مقربة من مديرية أمن القاهرة. تمام. وبكلم زوجتي في التليفون، وبعدين لقيت فيه زي حاجز أولاني واقف عليه مجموعة من الشرطة، فالمجموعة الأولانية دي بتفتش الناس المخالفة، وبعدين مريت عليهم من غير ما يفتشوني. بكلم زوجتي في التليفون وبتواصل معاها في المنام، بقول لها ده الشرطة بتشوف بتضبط المخالفين. فبعدين بكمل برضو، عديت الحاجز الثاني وهم واقفين بيعترضوا بعض الناس او بعض الشباب او بعض الناس اللي هي المخالفه عموما. لقيت في مجموعه من الناس واقفه مصطفين، صف من الرجال وصف من النساء، عايزين يركبوا معديه ويعدوا لمكان او لشط تاني. تمام. فانا قلت لا، انا مش هعدي معاهم دول. فلقيت ليا زميل اسمه صلاح حامد. تمام. جاي برضه ببشاشه، بشه طيبه، فبيقول لي ازيك، بيسلم عليا. سلمت عليه ورحت معدي مكمل طريقي. ببص على طريقي لقيت في بحر قدام مني، بحر كبير جدا حضرتك. بس انا بقول لنفسي ده انا المكان اللي رايحه على الشط الناحيه الثانيه، هو انا هروح ازاي؟ والبحر كان شكله مخيف، ما اطمنتش ليه. وبعدين بشاهدت لقيت فيه مجموعه من الناس اللي ما اعرفهمش في وسط البحر. بسم الله الرحمن الرحيم، اتوجد زي طريق او اتوجد رصيف للمعدن عليه، واتشق كده شق يمين وشمال. فالناس عدوا الحته رصيف فيه ميه بسيطه، ولقيت فيه رصيف على اليمين بدون ميه ومهد وجميل وفيه عمدان نور. مشيت الحمد لله رب العالمين وعديت وصلت الناحيه الثانيه. لقيت نفسي ان انا بقول انا عايز اروح عماره ام بي سي مصر. لقيت في ممثل اسمه علي ربيع واقف قدام مني، ما بيتكلمش معايا بس ايه بيقودني يعني ايه ورايا. فمشيت وراه لقينا في سلالم، ثلاث سلالم صعدتها حضرتك، وعدينا من مكان يعني ضيق شويه بس عدينا الحمد لله الناحيه الثانيه. وبعد لما عدينا في واحد ان انا ما اعرفوش برضه ان انا هودي له حقيبتين فيهم ملابس، بس فيهم ملابس جديده، فرايح اوديهم لبيتي. بس انا كنت شاهدت عماره ام بي سي مصر، قلت الناحيه الثانيه وعديت ليها. خدت الحقيبتين دول حضرتك، وبعدين لقيت ان انا هودي له الشنطتين ماسك خصايتين خضر في ايده طيبين. دخلت رايح الطريق ده، فلقيت زوجتي واقفه بديها منديل ورق قديم، ما رضتش تاخده. وبعدين كان في بعرضه عليها مره واثنين ما رضيتش. فكملت الطريق، لقيت الشقه اللي رايح اودي فيها الحقيبتين الجداد بالملابس الجديده، خبطت فتحت ليا امراه كبيره في السن بس وشها بشوش، اذنت لي بالدخول. دخلت الحقيبتين وانا خارج، لقيت في امراه صغيره في السن ما اعرفهاش، بس كاني في نوع من العاطفه بيني وبينها في الحديث. وبعدين شاهدت قدام مني راجل كبير في السن في الختام بيقول لي ايه، خد اللي وقع منك في الارض. فابص مكان المنديل لقيت علبه دواء قديمه فاضيه. فقلت لا انا مش هاخدها، خلاص الحمد لله مش محتاجها. والحمد لله رب العالمين، حمدت الله ورحت مكمل طريقي تاني. اسمعنا وشاكر لحضرتك. تمرنا اسمعنا من التلفزيون يا عبد الرحمن. اولا موضوع كلمه صلاح، ان ربنا سيصلح لك الامور. موضوع حامد، لا
دي رسالة من ربنا انك انت تكون حامد وشاكر الله على كثير من النعم التي أنعم الله بها عليك. الطريق ربنا سبحانه وتعالى سيجعلك دائما في الطريق المستقيم الطاعة. البحر المخيف وهناك أمور أخرى سيحفظك الله من الفتن وسيحفظك الله من بلاء عظيم جدا. فقول الحمد لله لحظة واحدة لما توصل لدول ربنا هيتمم لك أمر من الأمور. الممثل على ربيعة ده يدلل كلمة علي أن ربنا سيرفع من شأنك ومن قيمتك. كذلك أنت إنسان يعني عندك صفة الابتسامة صفة المرح، لأن علي ربيعة ده ممثل كوميدي يدخل الابتسامة والبهجة على قلوب البشر. موضوع الزوجة إن رفضت تأخذ المناديل القديمة سيبعد الله عنها بلاء ونكد. الموضوع المناديل، موضوع المرأة الكبيرة والصغيرة بشرة جميلة، الدواء سيحفظك الله من الأمراض. من معنا؟ اتفضلي يا أستاذة منى. اتفضلي يا منى. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا منى تمام. بس انا عندي رؤيتين صغننين جدا يا فضيلة الشيخ. بس اوعي تكون رؤياك زي عبد الرحمن قاعد له ربع ساعة. اتفضلي. الحين مش اكتر من دقيقة. اتفضلي. الرؤية الأولى لي أخ متوفي حلمت في الحلم بيقول بيسأل واحد العشق أذن ولا لأ عشان أصلي، ده أول حلم. ده يدل أن هناك أجر وثواب وصل إليه في قبره والله أعلم. طب الحلم الثاني أنا عندي أم متوفية حلمتها بتغتسل تحت الدش. لا حلمتها إيه؟ بتاخد حمام تستحمى. تمام 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 تمام. بس كده؟ آه. ده يدل ان ربنا غير منزلة عظيمة جدا الى امك، وبرضه هناك اجر وثواب وصل اليها. الظاهر ان في حد عمل اجر وثواب للاخ والام في وقت واحد وفي ان واحد والله اعلم. معنا اتصال؟ تواصل معنا قطع الخط قطع. كذلك رؤية الطفل في المنام تبين على تحقيق بعض الامان والاحلام ان ربنا سيحقق. معانا ام مكه، اتفضلي يا ام مكه. لو سمحت هتنسخ، انا معايا ثلاث رؤيات، اثنين لي انا وواحده لوحده معرفتي. يا ام مكه لو كانت قصيره الرؤيه هقول لك قولي الثلاثه. ماشي. اول رؤيه يا شيخ انا حلمت كانت معايا اختي في البلد وكنا ماشيين في صحراء، والصحراء دي جنبيها بحر، بعدين احنا وصلنا لغايه الصحراء وانا قلت لها ما تخافيشي، رحنا وصلنا على مكان من بعيد، كان المكان ده خالص جيلمع زي الأنهار. تمام. فبعد ما وصلنا هناك فبقول لها انت بتتكلم في امور الاخره ما تخافيش، احنا خلاص كده وصلنا لبر الامان. بعد كده قلت لها بيننا وبين المكان ده البحر بس اللي احنا هنعدي فيه. نعم. وبعد كده بصيت لاختي البنت الصغيره مكه كانت في عجله بتمشي، بس كنت خايفاها تقع في البحر فبصيت عليها فاحمد اخوي قال لي لا ما تخافيش عليها، وبعد كده مشينا. تمام. دي الرؤيه الاولى. راحه وسعاده وسرور لك يا ام مكه، ربنا هيجعل لك راحه وسعاده وامن وامان، وسيستخدمك الله في الطاعه، وربنا هيجعل في حياتك عدم الخوف والله اعلم. قول الثانيه. الثانيه لاخويا انا حلمت اخوي قاعد في الشقه بتاعتي في وقت الجلوس، هو متجوز سنين يعني في الحقيقه متجوز سنين، واحده مطلقها جايبه معاها بنتين والثانيه معاها ود وبنت. تمام. فالاولانيه فانا جيت في الشقه لقيته مرجع مراته القديمه وقاعد في الشقه، فبقول له يا محمد انت سيبت احلام اللي هي كانت خدتك يعني ان انت متجوز وهي فتايه وانت رحت رجعت مراتك القديمه، فراح قال لي ما تخافيش انا مستحيل افرط في ام مكه في ام عمر ولدها معاها ود وبنت. تمام. بس كده في رؤيتي. هي الزوجه قاعد بيضحك لي في الحلم، بس هي هو متحني حنه حمراء وهي متحني حنه سوداء مرته القديمه. الزوجه الجديده قاعده جنبك ولا ما قاعدهاش جنبيكي؟ لا مش قاعده جنبي. تمام. اوعى تكون قاعده جنبيكي تعمل لنا اشكال على الهواء. لا. لأن المنام يبين أنه سيتزوج بالثالثة، لإما حيرجع للقديمة أو سيتزوج امرأة أخرى حتكون الثالثة. والله أيوة. والله أعلم.
طب هو ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لحد في الصلاة؟ في ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يأتي في الصلاة لأي حد حقيقة يعني؟ ده سؤال. يعني في الحقيقة ليس في المنام. أي بس في الصلاة. لا في الصلاة إذا حقولها لك اسمعينا من التلفزيون. في أشياء في الحقيقة تحصل للعباد. لا نتكلم عنها على الإطلاق لأننا نتكلم على المنامات ولا نتكلم على الحقائق. هتكلم عن الحقائق هيحصل اختلافات ومناظرات وأشياء لا تحمد عقباها، لأن هناك أشياء معينة في أسرار العباد صار ربنا مع العباد لا يعلمه إلا علام الغيوب، وهناك أشياء لا يصدقها العقل أبدا ما تصدقهاش، ولكن هي تحدث مع كثير من الناس، زي الراجل اللي هو أم محمد. اتفضلي يا أم محمد. عندي طفل صغير عنده 10 سنين. تمام. حلمت ان هو رايح، يعني ان انا واخده هدوم الجيش بتاعه وراح اقيفها عند واحده يعني جارتني، وعمال اقول وعمال اتبلي يعني، عمال اقول ايه ده هو ابن صغير كده لو هيروح الجيش، وصبح الصبح مسافر رايح الجيش. تمام. وهو عنده 10 سنين. ام محمد بس خلاص معاك رؤيه ثانيه يا ام محمد؟ ان هو رايح الجيش وهو عنده 10 سنين. يا ام محمد نقول لك معاك سمعت المنام، انت معاك رؤيه ثانيه؟ معايا رؤيه ثانيه. معايا. حلمت ان عمتي عندها واد اسمه يوسف. تمام. وحلمت ان هي ولدت واد ثاني وسميته يوسف. يعني ولدين يوسف؟ ده يدل ان عمتك دي هي تعاني من نكر شديد جدا ومن بلاء عظيم جدا، يوسف ثم يوسف. اسال الله ان ربنا يخرجها من هذه الامور التي تعاني منها. الشيء الثاني الاولاني الرؤية الأولى موضوع إن الابن يدخل الجيش وسنه 10 سنين، هذا الولد سيكون له بعض الأعداء والحاقدين والحاسدين عندما يكبر. الشيء الثاني سيكون من أهل الحق ليس من أهل الباطل. الشيء الثالث سيتكلم كلمة حق لا يتكلم أبدا كلام فيه الكذب. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، والله أعلم. شكرا لك يا أم محمد. هناك أمور تحدث بين العباد لا يصدقها أحد على الإطلاق. اتفضل يا مجدي. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام حبيبي الغالي. حبيبي ربنا يديك الصحة والعافية. وإياك يا أخي مجدي. ربنا يديك الصحة والعافية. عايز أقول لحضرتك شفت رؤية يعني أقول لحضرتك عليها يا شيخ. وطي الصوت يا مجدي، وطي الصوت. طيب يا حبيبي. عايز أقول لحضرتك إنني شفت رؤية إنني بشرب مية على الريف كده. وجماعات بتشرب لبن. نفس يعني في نفس الليلة اللي أنا شفت فيها الرؤية دي. تمام. هي بتشرب لبن وانا بشرب ميه. دي ايه بقى يا عم الشيخ؟ اولا شرب اللبن بالنسبه لهذه المراه ان هي على الفطره يدل على انها سليمه القلب، قلبها من القلوب الطيبه الجميله الرقيقه. اما بالنسبه لك انت شرب الماء وبالذات عندما يكون الماء صفي ده يدلل ان ربنا سيحفظك من جميع الامراض الخبيثه، لن تبتلى بمرض خبيث قط، فقول الحمد لله. شكرا لك يا اخي مجدي، والله اعلم. اتفضلي يا نوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا نوره. لو سمحت انا شفت حماتي. نعم. اللي هي بتنفض في حاجه متعلقه كده في السقف. تمام. فانا قلت لها طيب حاجه فوت انفض معاكي. فراحت اتقتلت. فبعد كده لقيت طليقي لابس قميص اسود
ولابس مرطلون اسود. تمام. فقالت لي طب اصبري ده هيجي لي. تمام. فانا قلت لها طيب، فانا حرقتي لا، فراح لقيته حوت في بيت تاني وبعت لي كده رجع عندنا. نعم. فلقيته حط صباع اللي هو المكان الدبله في الشمال، كان لابس دبله فضه ونصها ذهب. تمام. فراح حطينا انا وهو صباعنا في بعض كده، وراح هو نقل الدبله عليا انا. تمام. فانا بقول له فين مراتك؟ راح مولاني مراته عينها صغيره قوي وكلبوزه قوي، وحط سلاسل في ايديها وغوايش كتير قوي. فرحت بصيت لها كده وما اتكلمتش. فهي بتقول لي ده هو ليه عنده 18 جرام ذهب. بعد كده لقيته قاعد على السرير وانا كنت قاعده جنبه. فلقيت في طفل كده عامل الملايه لفلقه طفل. الطفل ده شبه اخوه بالظبط. بس وكانت المنام على كده. يا نوره. نعم. السؤال الاول، حماتك دي عملت لك مشاكل او خلافات في حياتك؟ كتير. تمام. السؤال الثاني، انت عارف اخبار طليقك هو يعاني من مشاكل او خلافات مع زوجته؟ لا انا ما اعرفش عنه حاجه. خلاص، هو ربنا باين لك كده في المنام. اولا الجزئيه الاولى ده يدلي انك انت في ايذاء شديد قرب اليكي، وفي حد اذاكي حتى لو بالكلمه، حتى لو بالوشايه من خلف ظهرك. وانت ذكرت ان حماتك عملت لك بعض المشاكل، اسال الله ان ربنا يصلح لك الامور. ولكن انت عملت خير، اللي هو موضوع انك انت حبيت تنظفي معاها البيت. ولكن للاسف الشديد في ناس بتفهم بالعكس، فناس تعمل فيها الجميل والعرفان ولكن تقابل هذا بغير هذا، والله اعلم. كذلك بالنسبه لطريقك، ربنا مبين لك ان في خلافات شديده بينه وبين زوجته. ايه العله والحكمه ربنا يعلمك بذلك؟ الله اعلم. دي مضمون المنام. اتفضلي يا استاذة نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذة نادية. حلمين بس زغيرين، حلم لاختي وحلم ليا. لو كان قصير هقول لك قول اربع احلام يا نادية، اتفضلي. لا هما اثنين بس حضرتك. اتفضلي. طيب، اختي حلمت ان ايديها مليانة فلوس فضية يعني. تمام. وبعدين ادت لواحد ملك له ايده وفضل معاها شوية في ايديها. تمام. فالراجل ده قال لها ايه، هاتيهم. قالت له لا خليهم، انا هديهم لحد تاني. تمام. وبعدين لقيت نفسها واقفه قدام مرايه وبتسوي شعرها بايديها ولابسه بلوزه جديده. انت الحلم على كده حضرتك. هي انسه ولا متزوجه؟ لا انسه. انسه. ايوه. اولا ربنا هيجمل لها الحياه وسيزين لها الحياه. ثانيا هي إنسانة كريمة تحب الكرم وتحب الجود. ثالثا هي إنسانة محبوبة يحبها ويألفها الكثير. أهم شيء في المنام الشيء الرابع، موضوع المرآة وما قيل بالنسبة للشعر، سيمن الله عليها بالزواج، والله أعلم. قول الرؤية الثانية. طيب الرؤية الثانية هي صغيرة جدا جدا. أنا حلمت يعني إن في ناس كانوا بيشكروا وبيصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وأنا عمالة بصلي وأنا برد عليهم وبصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص اسمعينا يا ندى من التلفزيون. ماشي يا فندم، شكرا. اتفضلي. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي من الأشياء التي لا يصدقها كثير من الناس. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أولا بالنسبة للمنام بتاعك يا نادية، هذه رسالة أن تكثري من الصلاة على النبي. ولو أنت ما صلى على النبي تزودي، لو لك ورد معين أكثري وقيسي على هذا المنوال. ولكن اللي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الله يغير مجرى حياته. جرب كده، اكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ربنا يجلي القلب، ينظف القلب من الشوائب، من الطين والترسب اللي موجود فيه. والكلام عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى حلقات كاملة. معنا أم هبة، تفضلي يا أم هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم هبة. أنا بنسى الأحلام بتاعتي لحضرتك، بس بفتكر حاجات بسيطة منها. يعني مثلا بفتكر إيه؟ إن أنا مربية فوق السطح أرانب كتير،
والارانب كتير عندي، او في عندي فوق السطح فراخ كتير وبيضه. تمام. او بعزم الناس، او بعزم الناس وباكلهم سمك. وبيتكرر معايا حلمي ان انا بعزم ناس كتير وباكلهم سمك. ده دول خمس احلام يا ام هبه مش حلم واحد. انت قلت لي رؤيه واحده، قلت خمس احلام في رؤيه، ولكن على العموم كل هذه الاحلام اللي انت ذكرتيها، كل عفوا كل هذه الرؤى اللي دي رؤى مش احلام. انا بنسى الاحلام اللي بحلمها. احسن حاجه انك انت احسن حاجه انك انت منساها يا ام هبه عشان ما تشغليش نفسك بالاحلام. في ناس يعني لو افتكروا الاحلام بتتفسر على طول. لا، قول اول ما تقومي من النوم يا ام هبه قول اللهم اجعله خير، الله يحقق لك المنام على الخير ولو كان المنام غير ذلك. الناس ما تشغل نفسها بالاحلام ليه؟ في ناس ولذلك انا حلمت ان واحده قريبتي جايبه لي برش شريط. يا ام هبه يا ام هبه خلاص كده، انت قلت خمس احلام عاوز ايه تاني؟ ده انت طماع قوي. بس انا حلمت بس ان واحده قريبتي. يا ام هبه اسمعينا من التلفزيون يا ام هبه، دي حاجه عجيبه والله العظيم. كل احلامك تبين على قدوم الرزق وقدوم الخير لك في الايام القادمه. في ناس يا جماعه ما تعلق حياتها كلها عن الاحلام، وهذا كلام خاطئ. لا، انت خذ بالاسباب، لابد ان تعمل وتجتهد. انت حققت لك الرؤيه خلاص تمام، وان لم تتحقق عليك انك تسير في الطريق الصحيح. في ناس ما تاخذ الاحلام دي يعني شافت في المنام رؤيا والمعبر فسرها، تنتظر تفسير وتحقيق المنام وهي نايمه على سرير النوم. ما ينفعش الكلام ده، شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز في الدين ولا في الشريعه. في بعض من الناس ما تاخذ احكام شرعيه من المنامات، لا يجوز شرعا في شريعه الاسلام. تاخذ بالمنام اذا كان موافق للكتاب والسنه، اما كانت فيه مخالفه فلا تأخذ وتضرب بهذا الحلم عرض الحائط. يعني جالك الميت في المنام وأوصاك بوصية معينة على سبيل المثال بأنه يحتاج صدقة، أنت لو خرجت له صدقة أنت ما ارتكبت الذنب وارتكبت شيء مخالف. وقيس على هذا المنوال، والله أعلم. نرجع للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تقصد من الصلاة على النبي ربنا ينجيك وربنا يحفظك من الأعداء، لما تقصد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يحقق لك بعض الأمان والأحلام، لما تقصد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يحفظك من الظالمين. اللهم احفظنا من الظالمين جميعا، قولوا آمين. في ناس كده تحب ان تهدم، في ناس ما تعمر، لا ده في ناس تحب الهدم، متخصصه ان هي تهدم في البلاد والعباد. في ناس كده ما تحبش حد يكون مشهور ابدا او معروف، تحب توقعه، او ما تحبش حد معاه مال، لا ما ينفعش. طبيعي عند البشر، ليه وليه؟ ان فلانه دي تكون احسن مني، أو جوز فلانة دي يكون أحسن من جوزي. أمراض في القلوب. تفضل يا هبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هبة. لو سمحت يا شيخ أنا عندي حلمين. الحلم الأولاني أختي حكت إن هي كأن في حد رايح ماشي على طريق المقابر، فهي مشيت وراه ففضلت لحد ما وصلت للمقابر. لقت عمتي اسمها صابرين واقفة، المفروض إن هي واقفة بتدعي لأمي. فقالت لها بس دي مش المقابر بتاعتنا يعني، فبتقول انا قعدت ادور على المقابر بتاعتنا وعماله اجري واجري ومش لاقياها، وبعدين ببص لقيت نفسها حافيه، عماله تجري حافيه وما لقتش المقابر. مين مجري حافي؟ مين مجري حافي يا هبه؟ اختي اللي هي بتدور على القبر. اختك في حد ظلمها يا هبه؟ يا شيخ. تمام. المقابر يدلي ان هي عمرها طويل، كلمه صابرين تحملت من المتاعب ومن الآلام بعض الأمور في الحياة. الدعاء للأم، هناك دعاء وصدقة وصل إليها في قبرها. الأخت لما تمشي حافية يعني هناك أمر من الأمور معقد لها، والله أعلم. قول رؤية تانية.
تواصلي معنا يا هبة. أسأل الله أن ربنا يحفظ أختك من كل سوء ويحفظك، وأسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر. في ناس والله يا جماعة قلوبها يعني أسود من السواد. أسأل الله أن ربنا ينتقم من كل إنسان ظالم يظلم البلاد والعباد. تفضل يا حاتم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. والنبي يا شيخ. تفضل يا حاتم، حط التلفزيون وما نقولش النبي، يقول لا إله إلا الله يا حاتم. حط التلفزيون يا حاتم. حاتم، إيه حاتم، تواصل معنا يا أستاذ حاتم. بعض الأحيان رؤية الطفل في المنام الذكر يدل أن صاحب المنام سيقع في بعض المشاكل صعب الخروج منها. ده الحاجة العجيبة، الحاجة العجيبة اللي بتقابل الناس، إن بعض من الناس تبحث عن المتاعب. والله العظيم يا جماعة، والله العظيم في بعض من الناس تحب الأحزان. مين؟ اتفضل يا أم أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد. بعد إذن حضرتك، عندي ثلاث أحلام. قولي أول رؤية يا أم أحمد، ولو كان قصر هقول لك قولي الرؤية الثانية والثالثة. أنا كان سلفي كان متقدم للسد معروفة، وكان متحير في أمر السد، مش عارف يعني يروح أو لا. وبعدين صلى استخارة ونام، فأنا في الليلة دي أنا اللي حلمت إن هو متحير، فطلعت لي واحدة يا أم أحمد. يا أم أحمد. نعم. خليكي معايا وركزي معايا. هو صلى استخارة تمام؟ نعم. مش هو اللي صلى استخارة؟ هو صلى استخارة وانا اللي حلمت، هو ما حلمت. لا، الرؤية ما لهاش علاقة بالاستخارة خالص، هو اللي صلى استخارة وهو اللي يشوف الرؤية. فضلي قول الرؤية بتاعتك بس هفسرها لك، بس ملوش علاقة بالاستخارة. وبرضه وفي حتة برضه اقولها لك وافهمها لك ليكي ولكل المشاهدين. في شيء يفهمه الجميع فيه مخاطئ في موضوع الاستخارة. ان الواحد لما يصلي استخارة ان مش شرط لازم يشوف منام. هو الاصل في الاستخارة ايه؟ الاصل في الاستخارة القبول وعدم القبول. ايه القبول وعدم القبول؟ يعني واحد صلى استخارة الواحدة حاجة من تنين، لاما يشعر بقبول في القلب وراحة والسعادة وسرور، او يشعر بانقباض. راحة والسعادة وسرور وفرحان ومزعلت كده يبقى الامر كويس، حصل العكس يبقى الامر مش كويس. طب نفترض ان صاحب المقدم على الاستخارة على الزواج مثلا لا في قبول ولا عدم قبول، الأمر يستوي، يبقى في هذه الحالة ننتظر الرؤية، المنام. المنام ده هيبين لما يقبل الزواج أو لا يقبل الزواج. طب نفترض واحد صلى استخارة لا في قبول ولا عدم قبول ولم يرى في منامه رؤية، يعمل إيه؟ يتوكل على الله على هذا الأمر. إن كان هذا الأمر فيه الخير له سيجده ميسر، إن كان الأمر ده مش كويس سيجد أن هذا الأمر معقد. قول الرؤية بتاعتك يا أم أحمد، وأنا آسف على أني طولت عليك. أم أحمد تواصل معنا يا أم أحمد. مين معنا؟ للأسف الشديد بعض الأحيان رؤية الطفل في المنام اللي هو الذكر يدلل على قدوم الأخبار السيئة. لو واحد رأى طفل في المنام ولد يدل أنه سيسمع أخبار سيئة للغاية في أيامه القادمة. بس ما يخش محمل الطفل انه دائما فيه الشر، لا، على حسب الرؤية. ده ممكن واحد يحمل طفل على يديه يبين على زواجه
ولو كان متزوج سيمن الله عليه بالحمل. من نعرف ده ازاي؟ نعرف ده ازاي؟ بناء على المنام، لما يكون في رؤية يتضح للمفسر وللمعبر ان هذا الامر فيه السوء او فيه الخير لصاحب المنام. كذلك واحدة رأت في منامها رؤيا، النهارده ما تكلمني ما قلنا انا رأيت في منامي رؤيا بأنني أنجبت طفلة دون زواج، وأيوة من أمها تبكي وزعلانة قوي. الطفلة بشرة، ولما تكون دون زواج هذا الأمر حدث مع من؟ مع السيدة مريم. والكلام عن السيدة مريم كلام كثير جدا، يدلل أولا على ظلم لهذه الفتاة، وقع عليها نوع من أنواع الظلم أو الافتراء أو الكذب أو البهتان أو شيء من هذا القبيل، ولكن الله جل وعلا سيقف معها، ربنا مش هيخذلها أبدا، مش هيتركها أبدا، وسيمن الله عليها بالزوج الصالح، وسيمن الله عليها بالابن الولد الذكر الذي سيكون له شأن كبير وعظيم في البلاد والعباد. فتختلف رؤية من رؤية، وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا زي وقوع الدرس. الناس كلها 99% بيقول لك الدرس، وقوع الدرس في المنام موت. ممكن يا سيدي يكون وقوع الدرس موت، ممكن وقوع الدرس ممكن يكون مشاكل، ممكن يكون نكد، ممكن يكون زواج، ممكن يكون حمل للمتزوجة، ممكن يكون نجاح، ممكن يكون رسوب. وقوع الدرس ممكن أن صاحب المنام يقع في ورطة ويقع في نصيبة، ممكن يكون سجن، ممكن يكون أشياء كثيرة جدا متعددة في رمز واحد، رمز من الرموز يؤول على أشياء كثيرة جدا متعددة في الحياة. ولذلك ما تخش رمز بعينه من لا انا مش سامع حاجه. ايوه لا مع حضرتك يا فندم. مين معايا يا حبيبي؟ علام معاك. علام اهلا علام. اهلا بيك يا استاذ علام، اتفضل يا علام. علام 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 علام، اللهم اجعلك من اهل الاعلام. اتفضل يا علام. الله يخليك. وطي التلفزيون شوية. أنا بعدت خالص والله عن التلفزيون. أحسن حاجة، اتفضل. يا شيخ أنا حلمت امبارح مش فاكرة وأول. تمام. أنا واقف في بيت والشباك مفتوح منه بس مش فاكر بيت مين. تمام. والجو كان بينطر. تمام. بس أنا بصيت كده والدتي قالت لي النطرة باين عليها بطلت، قلت لها بطلت. دبوش كان في نظر برضه. ده بشرى جميله لك في الايام القادمه، ربنا حيبشرك بالخير وربنا حيسمع خبر سيسعدك حبيبي الغالي. امين يا رب. والله اعلم. امين يا رب. تمرنا امر يا علام. فالرمز في علم الرؤى والاحلام له تاويلات عديده وله تاويلات كثيره جدا. موضوع الاغتصاب، واحد يقوم من النوم منزعجة وتبكي، ليه؟ رأيت في المنام بأنني اغتصب. هو الاغتصاب في حقي ذاتي مش كويس، تكلم على المنامات مش ليس في الحقيقة. كلمة اغتصاب يدل أن صاحب المنام اغتصب منه شيء، أخذ منه شيء بالإكراه. بعض من الناس يريدون أن يأخذوا منه شيء، بعض من الناس يريدون له المكيدة والظلم، وبعض من أهل الجبروت يريدون أن يأخذوا أمر من الأمور ليس من حقهم. ولكن بعض الأحيان يدل أن صاحبة المنام إنسانة شريفة وإنسانة عفيفة، سيحفظها الله من الرذيلة وسيحفظها الله من الفاحشة. فيختلف الرمز من رؤية إلى رؤية وعلى حسب الشخص. يعني واحد على سبيل المثال شغال مثلا نجار مسلح،
الرؤيه بتاعته تختلف عن واحد وزير. اتفضلي يا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هبه. لو سمحتي يا شيخ، عندي رؤيتين صغيرين. اتفضلي تأمري امر. الرؤيه الاولى اختي شافت كان بنت عمي جايه متطلقه، والدتي عايزه تجوزها واحد جارنا، بس جارنا ده اصغر منها بكتير في السن، فاختي عماله تقول لها لا ما ينفعش واصغر، وعماله تناهد فيها يعني، فوالدتي بكت يعني عيطت، فاختي زعلت وقعدت تتأنى في نفسها ان هي عيطتها، فقعدت تشدها من طرحتها لحد ما ضحكتها وقعدت يضحكوا هما الاثنين. والدتي متوفيه. والدتك متوفيه؟ ايوه. واللي قاعد تبكي في الحلم ايه؟ هي والدتي بكت لما اختي قعدت تعانت فيها يعني وكده، وتناهت فيها يعني، وبعدين فضلت وراها لما ضحكتها تاني. هي الاخت معاها مشاكل؟ اه يا شيخ. ربنا حيجعل لها تفريج الهم وتيسير الامر، وربنا سيزول عنها من النكد. موضوع الام، الله جل وعلا غير من حالها الى حال افضل واحسن واجمل واعظم. ابشري وقول الحمد لله على امك، والله اعلم. شكرا لك يا استاذة هبة. كذلك رؤية الطفل في المنام. الواحد لما يشوف طفل ويكون ذكر، بعض الأحيان يدل أن صاحب المنام ليس عنده صفة الحكمة، إنسان مش حكيم، إنسان ما يعرفش يتصرف أبدا، دائما تصرفاته على خطأ. وما أكثر كثير من الرجال، لا أتكلم على النساء في هذا الأمر، يفكرون في أشياء بلا مبالاة، حاجات معينة. مش نحن مش ضد الرجال، ولكن أهلا بالأخ سليم من ليبيا. تفضل يا أخي سليم. أهلا وسهلا بك يا شيخ. أهلا حبيبي الغالي. تفضل يا سليم. الله يسلمك. بالله لو سمحت يا شيخ، حلمت أني نين وكأني في مكانك وفي ناس جايين بيحفروا بير. تمام. فهم كنت نسأل فيهم وكأنه قالوا لي كنا في السعودية بنحفر بير في السعودية. تمام. فقلت لهم قعدت اللي نقوله بنبي نشرب منها، فرحان اني نشرب، جيبوا لي اعطوني من مية كذا، مية زمزم. كنا ماشيين حافرين بير زمزم هم. نعم. فقعدت ملح، بعتلي جو هم بيحفروك وكأنه في حوشنا قديم كنا ساكنين فيه. انا موجود، واخي يوسف موجود، اخوي سيف موجود، وكان اخوي سيف هو يساوي في الطب وقتك في الارض يعني بنحفر ميه. تمام. وانا ملح نقول لهم نبي نذوق الميه نتاع ميه زمزم، انتوا كنتوا تحفروا في ميه زمزم في السعوديه لكن ما شربتش منها الميه يعني. تمام. هذه هي يعني ما هذه الحلم. يا اخي سليم، انت تعاني من تعب او مرض معين؟ والله يا مزبوط كنت. نعم؟ اي بالضبط صحيح. الله جل وعلا سيزول عنك هذا المرض، فقول الحمد لله. اللهم لك الحمد. بس يا ريتك يا اخي سليم، يا ريتك كنت شربت من هذا الماء، لان قيل انه ماء زمزم. ولكن المنام يبين ان ربنا سيحفظك وسيزول عنك هذا البلاء وسيزول عنك هذا المرض. الشيء الثاني، موضوع البئر، انت فعلت عمل والله اعطاك عليه اجر واعطاك عليه ثواب عظيم جدا. كلمة يوسف يبين على وجود بعض المشاكل أو بعض النكد أو هم أو غم أو ضيق. أسأل الله جل وعلا أن يفرج لك الأمور ويسل لك الهموم إن شاء الله. كلمة سيف لك، أنت إنسان واضح، في ناس كده واضحة في الحياة تحب الوضوح، إنما في ناس متخصصة في اللف والدوران. أنت إنسان واضح يا سيف، أسأل الله أن يحفظك وأن يصونك حبيب الغالي، والله أعلم. هقول لكم على حاجة أخيرة، بعد أم محمد، بس حاجة خطيرة جدا في رؤية الطفل، أول مرة تسمعوها. اتفضلي يا أم محمد. السلام عليكم يا شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. الله يبارك لك. أنا من حوالي سنتين كده حلمت إن ابني الصغير بيلعب طفلين صغيرين، جاية واحدة من بعيد بتقول له أنت بتعرفهم دولت عشان تلعبهم؟ طب دولت اسمهم ايه؟
اما هو ما عرفش يرد عليها. الاطفال الصغيرين ردوا، واحد قال ابراهيم وواحد قال محمد. محمد تمام. وصحيت انا على كده. هو ابنك سنه كام سنه يا ام محمد؟ ابني كان عنده 20 سنه تقريبا او 21 سنه. لا انا بتكلم على الان، الان سنه كام سنه؟ الاطفال الصغيرين؟ لا لا ده الاطفال كانوا صغيرين خالص. انا بتكلم على ابنك الان سنه كام سنه يا ام محمد؟ ابني دلوقتي عنده 27 سنه. بس كده؟ هو هو داخل في مشاكل او عمل مشاكل لنفسه يا ام محمد؟ لا والله ما اعرفش بصراحه. خلاص اسال الله جل وعلا ربنا يظبط الامور، لان في حاجات في حياه ابنك محمد هي عاوزه بس ايه توجيه شويه كده. ضبط الكنترول لي يا ام محمد. موضوع الطفلين في حاجات معينه في حياه ابنك محتاجه تعديل ووعي وارشاد وحكمه. بس مش معنى ذلك انه يرتكب اخطاء شنيعه. لا طبعا، ولكن هناك برضه حاجات معينه عاوز تظبط. كلمه ابراهيم ان ربنا سيعافيه كما عافى سيدنا ابراهيم عليه السلام. وابنك في حد كاره او حاقد عليه، كلمه محمد نوع من انواع البركه في حياته والله اعلم. ناخذ اخر حاجه في رؤيه الطفل في المنام. بعض الاحيان للاسف الشديد وما تخش هذا المحمل على الرؤيه اللي تشوفها، لا كل حاجه وكل رمز له الف تاويل والف تفسير. بعض الأحيان رؤية الطفل في المنام الولد الذكر تبين على وفاة الزوج. لكن أنت قاعد جد حالين قدام التلفزيون وشفت رؤية فرحان وسعيد، هتقول ده الزوجة خلاص هتسلم. فبعض الأحيان رؤية الطفل الذكر بعض الأحيان تبين على وفاة الزوج، وبعض الأحيان تبين على وفاة الزوجة معكوسة. فعالم الأحلام عالم عجيب وغريب، هناك رموز تأتي للعبد وتبين له بعض الأمور له في الحياة يتعجب منها. ده والله أقول لكم قصة قصيرة جدا قبل الانتهاء. أنا كنت في جامعة الأزهر في السنة الرابعة، سنة رابعة، وكنت داخل لمادة القرآن الكريم، سنة رابعة جامعة الأزهر كلية أصول الدين. ودخلت المادة بس بالليل شفت رؤية في المنام إن جاني 4 أسئلة من القرآن الكريم. الأربع الأسئلة اللي شفتها في المنام فوجئت، وكان شيء عظيم جدا إن لقيتها موجودة في الحقيقة. 4 أسئلة. فبعض الأحيان ربنا يجيب لك حاجات في المنامات عجيبة جدا وغريبة جدا. بعض الأحيان واحدة قالت لي شفت في المنام رؤية مولانا عجيبة جدا. شفت إيه؟ ما تقول لي دائما زوجي لما يجي، هو مسافر في الإمارات، لما يجي من دولة الإمارات ما يتصل بيا ولازم في تنسيق بينه وبينه. قالت شفت امبارح بالليل إن زوجي جاء من دولة الإمارات على حين غفلة. أنا أفتح الباب كده جده في وشي. قالت فقمت في الصبح كده الساعة 10 الصبح الدرس مخبط كده، ما أفتح الباب لقيت زوجي داخل من الباب. ما رأيته في المنام تحقق في الصباح على الفور في الحقيقة. فعالم الرؤى وعالم الأحلام فيها حاجات وأشياء تحير العقول. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بالعلم والفهم والمعرفة. انتظرونا إن شاء الله كل يوم الاثنين وخميس على هذه القناة الطيبة الجميلة، فانتظرونا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.